أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية بلدتي معرة النعسان وشلخبري في إدلب والسرمانية في سهل الغاب شمالي حماة وفق براس الحلب اليوم. حركة رجال الكرامة تمشط بادية السويداء الشرقية وتغلق عدة طرق قد يستغلها المهربون أو أي تنظيمات أخرى للتسلل إلى القرى الشرقية من المحافظة. مجموعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الشعبية تعلن تبنيها لهجوم بقذائف صاروخي على قواعد أمريكية في حقل العمر وكونيكو بريف دير الزور وقاعدة الشدادي في الحسكة. وزير الدفاع التركي شارغولير يقول إنه من غير المعقول أن تسحب تركيا قواتها من سوريا دون ضمان أمن حدودها وشعبها. غارات إسرائيلية على مستودعات تخزين عسكرية لقوات الأسد في محيط ضاحية قدسية ومشروع دمر غربي دمشق. المملكة المتحدة تؤكد التزامها بالعمل على استعادة وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء إلى سوريا لمدة 12 شهرا من دون قيود.